عشان كلامنا يبقى خفيف على الكابتن سيد عبد الحفيظ ويرضى عننا لحسن، ده تقريبا اتهم الجميع. نشوف احنا الشياطين والاشرار والسحر والمشعوذين وكفايه قرف. انا بس عايز اقول لمدرب بيدرب في مصر، بطل تمشي بالسحر والشعوذه بمناخيرك دي. الولد اللي جاب ازازه ميه بيقولولي في الايربيس، بيقولولي في الايربيس، حد رش ميه على باين ودخل قبل الماتش بثلاث ساعات يرش ميه في الجون ده والجون ده. ده كان في ولد صغير زملكاوي في الدور الاولاني رش ميه قناه الاهلي وعملوا عليه غليله. هو بص طارق العاشر مش عايز يتوب. ابو صعب ده فتحي رخصان، فتحي بيعمل لك السحر، فتحي شايفينه؟ ادي يا ابني خلاص، ده الساحر ده اللي ياخد المكافاه يا حسام. حسن هو ده الاستاذ حسام الحضري قافل جونه، صدقني انا بالجن والعفاريت، صدقني ثانيه واحده والله هيضحكوا، مدة بيضحكوا والله بالسحر. على فكره حسام هو بيعمل كام ده من زمان. لا الجونين اللي دخلوا في عمر بقى زي ما قلت ما خش في طفل، والجون اللي دخل في عماد النهارده ده السحر الاسود، ده السحر الاسود. هو انت يا اخ الشناوي ايه الجبروت النهارده يمين وشمال وعمال اصد؟ ابو عباس كفر، وبعدين انت كفر. ان شاء الله باذن الله عندنا الماتش النهائي يوم الاثنين، ده مهم جدا، مهم جدا ماتش الاهلي. يا كابتن ايمن، ايمن يونس، كابتن ايمن يونس، يا كابتن محمد صلاح، كابتن محمد صلاح نادي الزمالك، طبعا ابعدوا عنا جامايكا لان جامايكا كان شغال ماتش برجل العرب 100 100، عايز لاعب النادي الاهلي راجل لراجل، مدرب لمدرب، لاعب للاعب، لاعب للاعب. انما حضرتك هتعمل لي سحر زي المره اللي فاتت، انا بقول لك دي مش رياضه. كلام لازم نناقشه. طب الاهلي بيكسب بالسحر، طب بيخسر ليه؟ بيخسر بطولات. يعني هو 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 ليه خسر ماتش السوبر بضربات الجزاء اللي كان الكابتن حسام غالي يشوط مسكها عمرو اديب في الاستوديو؟ ضيعنا 4 ضربات. طب ازاي يعني؟ هل ده ما عملناش سحر ليه؟ السحر غلب سحر، هيقول لك ما كنتش متعقد على ضربات الجزاء. هو السحر ما كانش جميل يعني، بيقدر يلاقي. ويوم يوم 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 الوداد اما خسر هنا 4 وكسب هناك 5 كان فاضل له جون ويعدي، فقال لك بس هم كانوا عملوا سحر بس ما اتفقوش على اللي هيخش فيهم. ايوه. يعني فهو مفيش جدال انه عنده ده طارق العشري وعصام الحضري، هو عنده خفه ظل وعنده سرعه بديهه ويقدر يربط الامور. واخد بالك؟ فما علينا، لكن خلينا في نفسنا. احنا بنقول دعونا ناخذ بالاسباب، نمشي زي ما احنا، واذا كان حد وبعدين ده انت القران حتى قال لك ازاي تتغلب على السحر بالقران. شوف يا باشمهندس، لان انا اكتر حاجه بتستفزني الاستناد لاي دجال لما يتكلم على الشعوذه والكلام الفارغ ده، اصله ده السحر ذكر في القران. ايوه ذكر في القران، وكل حاجه ذكرت في القران، بس حتى لما هذه الاعمال ذكرت في القران ربنا قال ان هم لن ينفعوا احدا به، لن يضر احد ولا ينفعوا الا باذن الله. واخد بالك؟ عشان بس يبقى نص الايه، مش ضارين حد به الا باذن الله. طب ما هو باذن الله، والله نفسه ربنا سبحانه وتعالى هو الخاطب الناس، يقول الالباب وخاطبهم بالعلم ودعاهم للعمل وقول اعملوا. يعني ربنا اللي هو بايده يأذن الاخذ بالاسباب، الاخذ بالاسباب والاخذ بالعلم واحترام العقل. لكن احنا نسيب الامور ان احنا في القرن 21 نرجع الى ادنى مراحل الانحدار العقلي، انا ما اعتقدش ده امر يليق ابدا بقيمه مصر حتى في متابعه الاشقاء لينا بره. عايزين دوري لوحده، قال لك هيتعمل دوري للجن، فقلنا له طب ما الشياطين الحمر هيكسبوه يعني. يعني يعني ما بالاخر هتبقى دول الشياطين الحمر، طب نروح فين بقى؟ عموما الاستاذ فرج عامر ساله الصديق العزيز عصام شلتوت عن حكايه القفل
اللي كان قافل به الشبكة بتاعته. نسمعه. يعني التعادل ده يا باشمهندس جهد لاعبتك وجهازك الفني، جهد مشكور يعني. طب ما طبعا، امال ايه؟ طب هو يعني بالسحر، بالسحر يعني. ما انا غلب الزمالك كتير قوي. بالسحر يعني. خمس سنين مش عارف يغلبني. بالسحر يعني يا فرج بيه. 3-0 في استاد في استاد اسمه ايه؟ ويوم ما خد مني الكاس ما خده بالحكم المرتين النهائي. مش فضلت غلبه للدقيقة 86 والحكم حسب 2018 و2014 يا بيه. بص عايز اقول لك حاجة، الحجج الفارغة بقى والكلام التافه اللي الناس بتضحك على ناس، ده كلام ده خلاص انتهى. الناس عرفت الحقيقة وعرفت وشافت كل حاجة. سيبك بقى من الكلام اللي ايه اللي ملوش لازمة. احنا مش ناس لابسين بافيتا وبالريل. الضحك ده الناس ما تداريش خيبتها وما تداريش فشلها بكلام فاشل، عشان الكلام الفاشل ملوش معنى. اللي يقول لك سحر ومش عارف ايه، لو سحر كانت افريقيا كسبت كاس العالم. صحيح. سيبك من الكلام الفارغ. صحيح. دايما اللي بيقول الكلام الفارغ بيبقى عقله فارغ. طبعا رد في منتهى الوضوح، كان منفعل يعني. طبعا الوضوح في انفعال برضو يعني قوي يعني. اتضايق ان هو وده امثله. طب انا هو خسر الكاس ليه في الدقيقه 86؟ يعني لو هو اصل كده، اذا كان انا معايا حد يقدر يكسبني مش هستخدمه ماتش وماتش. خليك معايا بقى، اوفر لي ان انا اروح اصرف كل ده على اللعيبه وعلى هجيب اي لعيبه والساحر اهو بيكسب ومية مية. فيعني ما نربطهاش بكره القدم. سموحه اللي عنده قفل كان قافل بيه الشبكه بتاعته في ماتش الزمالك، ما اعرفش ليه ما قفلش القفل ده وهو بيستقبل 9 تجوان السنه دي. يعني لعب 8 ماتشات، سموحه دخلت شباكه 9 اهداف. يا جماعه قليل من العقل شويه. بقول لكم سموحه استقبل 9 اهداف، القفل ده كان جايبه بس في المباراه دي وغاب عنه في بقيه الماتشات ولا لا؟ ما اعرفش. عموما الاتهام وهو تاني قفل الشبكه دي، القفل لف معاه، ما حدش بيقول لنا. ولا كان معاه قفلين؟ هل كان في قفل في الشوط الثاني على قافل على نفسه؟ ولا ساب القفل في الشبكه؟ بقول لك قافل على نفسه. ايوه، ما هو يعني